مسرحية اليوم مسرحية البيت النظيف للكاتبة الأمريكية سارة روهن. أوكي. هذا النص أخذ منا كشركة ومن الشؤون الثقافية وقتا طويلا ليخرج إلى النور. لم يكن نصا سهلا أبدا، لذا كان لابد من وجود معد للنص قادر على تشكيله بطريقة تتلاءم وقضايانا كنص فلسفي. الأديبة سناء الشعلان بنت نعيمة أعدت نص البيت النظيف الذي سلط الضوء على ضرورة تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان خاصة بلحظات الألم. دكتورة سناء، نتشرف بوجودك بيننا. أهلا وسهلا. مساء الخير جميعا. مساء. أنا اسمي كان قبل أشهر قليلة سناء الشعلان فقط، ثم أصبح سناء الشعلان بنت نعيمة. ستقولون ما علاقة هذا بالنص الذي سيكون موضوع مسرحيتنا؟ هو كل العلاقة. والدتي نعيمة الأديبة الراحلة توفيت قبل فترة وجيزة جدا بمرض السرطان. خرجت من بوابة الحياة على إحدى أسرة مستشفى مركز الحسين للسرطان بعد صراع مع مرض شرس بدأ من ثديها الحنون وانتهى بدماغها. والدتي عندما خرجت من الحياة لم تخرج بسهولة، خرجت عاجزة حتى على أن تتكلم، أصيبت بشلل رباعي ولم تكن تأكل أو تشرب أو تتكلم، عاجزة عن كل شيء، وبالنهاية عجزت على أن تتنفس فتوقف قلبها فانتقلت. بهذه الفترة بالذات جاء هذا العمل. الصديقين فنانين رانيا وحسن بعيد عن الألقاب صمما بهذه الفترة أن أكتب هذا النص أو أعيد كتابته. ربما كان جزءا من قرارهما هذا تصميمهما على مساعدتي للخروج من أزمتي، والحقيقة نجحا في ذلك. لم أكتب كما يكتب الكتاب أعمالهم برفاهية وكوكس من القهوة. كتبته وأنا أبكي لأن أمي لم تكن موجودة ولم تعد. مرض السرطان كلنا نتحدث عنه، لكن إياكم أن تعتقدوا أنكم ستفهمون المرض إلا إذا كنتم بمواجهته مع من تحبون. يتغير العالم وتصبح الخرائط مختلفة وتبدأ تشعر بالهزيمة أمام مرض لا يرى بالعين المجردة لكنه يهدم من تحبون. يصبح المكان، المستشفى، الأطباء، الطاقة، ملائكة تترجاهم أن يكونوا بعونك، وعندما يقدمون لك العون تشعر أن الله أرسلهم ليكونوا إلى جانبك. شعور العجز عن أن تنقذ حبيبك وتوقف صرخات ألمه شعور يشابه الكفر تماما، مخيف، مرعب، وقد لا تتشافى منه ولن تتشافى، هناك جزء لا يتشافى. وهذا موضوع مسرحيتنا بالتحديد. نحن نتعامل مع هذا المرض وكأنه خبر سينمائي عابر. كلنا الآن، أو لا أقول عن نفسي، أنا كنت الآن أتكلم عن سيدة نسرين، فقلت لها يعني أنا كانت والدتي عندكم واحجزوا لي سريرا. ضحكت وقالت لي بعيد الشر. الحقيقة جماعة هذا بعيد الشر هو قريب منا كلنا حقيقة، ولذلك يجب أن نبني منظومة من التعاون والتفاهم مع هذا المرض، والأهم منه التفاهم مع من يمرضون به. أنتم لا يمكن أن تتخيلوا مريض السرطان كيف يتحول، يتحول إلى شبح عاجز، كل ذكرياتك معه تختفي، كل أحاسيسك معه تختفي، حتى رائحته تتغير، نبضه تختلف، مرحلة بمرحلة يصبح كومة من العظام العاجزة، يصبح هم الأطباء أن يوقفوا ألمه، يصبح همك الأكبر أن تطلب له المورفين، ويكون أكبر تحقيق أن تنجزه أن تستطيع أن توقع على الورقة أنه تتوقف قلبه لا تنعشه. راح تقول معقول؟ نعم معقول. تصبح أكبر أمنية لك تسأل الله بخجل أن يتوقف قلبه ويموت، يتوقف الألم بهذه البشاعة هو هذا المرض. وبهذه الأهمية هذا موضوع مسرحيتنا. موضوع مسرحيتنا ليس عمل فني فقط،
وأكبر من ذلك هو تحريض، هو صرخة، هو دعوة لكم لتتوقفوا عند كل من يحتاج لكم في هذا المرض وفي غيره. هم يوصلون إلى مرحلة غير قادر أن يطلب المساعدة. تخيلوا، يبدأ جسده بالتفتت، تفتح الأبرام في أماكن، يعجز حتى عن الشرب، تبدأ البرابيش هي الوسيلة الأخيرة، تبدأ زيارة الطبيب والممرضات هي رسالة من الله، وعندما يتوقف قلبه تتنفس براحة، براحة حقيقية، أنه توقف الألم، خلاص لن يصرخ بعد ذلك. هذا العمل أنا سعيدة به حقيقة، قدمته بصدق. طبعاً أنا شاكرة للزميلين حسن ورائنا مع رفع الألقاب أنهم لم يضعوا أسماءهم. الحقيقة أنا لست فقط من أعددته، حسن كتبه مرتين ورانيا كتبته مرتين وأنا ثلاث مرات. تخيلوا، ستقول ما وجه الصعوبة؟ وجه الصعوبة أن ننقل المشهد الذاتي الإنساني الأمريكي للعربي. هل هو صعب؟ نعم صعب، لأن هناك فروق، لكن أين النقطة التي نجحنا فيها؟ نجحنا في أمرين. الأول أن ننقل الألم، فلغة الألم كما يقول يوسف إدريس في قصته الشهيرة لغة الآي، آي هي لغة، نعم الألم لغة زي الحب، بل أحيانا هو أقوى من الحب. عندما لا تستطيع أن توقف ألم أبدا، وتأتي التقارير كل الأطباء يبتسمون بصمت وهزيمة، يقول لك ما في علاج، وعندما يقول لك ابدأ عد بالأيام التنازلية وترى كل يوم ينتهي، حتى تدخل في غرفة الإنعاش ويكون قد شخص عليه وانتهى، فجأة ينطفئ مضخات الألم، ينطفئ صوت راس القلب وتنتهي معاناتك العملية وتبدأ معاناتك الجسدية والروحية التي لا تنتهي. الذي أريد أن أقوله، أنا سعيدة جدا بهذا العمل، جميعنا شاركنا به، لا أريد أن تنظروا إليه على أنه عمل إبداعي تقيمون الجانب الفني فقط، أنا أريد أن يكون صرخة في وجدانكم. كل ما سترونه اليوم حقيقة، بل هو أقل من الحقيقة، وأنا متأكدة الآن من أربعة أشياء فقط وهي ما تعنيني. متأكدة أن روح أمي الآن حاضرة ومعها أرواح أخرى تخصكم، كل له أرواح حضرت لهذا اليوم. متأكدة أن هذا الفريق الإبداعي الجميل، متأكدة أنكم أيضاً كنظار المشاهدين أيضاً رائعون، لأنكم تحبون الجمال والمسرح بدليل وجودكم هون. وأخيراً متأكدة أن هناك ما يجمعنا أمران لا ثالث لهما، الحب والجمال. ألا شكراً. شكراً لكم. بالمناسبة الشراكة معهم شخصان مختلفان حقيقة، فنانان رفيقان وغير أنانيين في كل شيء. شكراً.